بداية العام الدراسي الجديد واستقبال طلبتنا الأعزاء للسكن بالأقسام الداخلية، تم العمل وفق خطة الإعمار الصيفي لهذا العام وتأهيل كافة الأقسام وتجهيز كافة المستلزمات المطلوبة لسكن الطلبة، وتم العمل وفق خطة الإعمار الصيفي من أعمال كافة من ضمنها أعمال الكهربائية وصيانة التأسيسات المائية وغيرها من بقية المستلزمات المطلوبة لسكن الطلبة. وأيضا من المؤمل حاليا إكمال واستلام مبنى جديد للأقسام الداخلية في مجمع ابن خلدون، يضاف إلى الأقسام الموجودة في المجمع، وبواقع واستيعاب طلبة حوالي 400 طالب سيضاف إلى الأعداد الموجودة حاليا. تم إنشاء وإعادة تأهيله وترميمه من قبل UNDP بالتعاون مع شركة الفاو وبإشراف من قسم العمار والمشاريع جامعتنا، ومن مؤمل استلامي في الأيام القادمة القريبة إن شاء الله، إضافة إلى إكمال كافة أعمال الصيانة المطلوبة من تأهيل بقية الأقسام في مجمع الحدباء للطالبات. راديو الغد، وطن يمتد.